مساء النور، مرحبا بأحسن المتتبعين. معكم أسماء حمدوني، دكتورة في الطب العام. اليوم غادي نتكلم إن شاء الله في واحد الحلقة جديدة من سلسلة الجريمة الإلكترونية على واحدة من أخطر الجرائم الإلكترونية، اللي هي انتحال صفة طبيب أو طبيبة. دونك دائما ملي كنبغيو نبداو واحد الحلقة كيخصنا نعرفو شنو هو الهدف من هاد الحلقة. الهدف من هاد الحلقة هو حماية الناس اللي سذج ومع علانيتهم ومساكن ما عندهمش واحد الوعي، لا ثقافي لا ديني لا سياسي لا قانوني لا طبي لا علاقاتي لا حتى شي حاجة. يعني الناس علانيتهم اللي قلتها لهم كيتيقوا. شكون هما هاد الناس اللي تيكونوا علانيتهم؟ أول حاجة الأطفال، المراهقين، النساء، لأن النساء ناقصات عقل ودين، الناس اللي ظريفين بزاف. دونك أي راجل وأي أب وأي أم كيشريو لوليداتهم التليفون ولا كيشريو لهم الهاتف الذكي خاصهم يعرفوا راسهم انهم تيشاركوا في مجموعه من الجرائم، ومن هاد الجرائم هو تعريض الابناء لخطر التحدث او تعرف على مجرمين اللي كينتحلوا صفه الطبيب. يعني الامر خطير جدا. دابا غادي نتكلموا بشويه. الكلمة الأولى اللي مكتوبة هي الجريمة. شنو هي الجريمة؟ الجريمة هي واحد الكلمة جد نسبية. الجريمة هو واحد الفعل اللي يقدر يكون في واحد المدينة، في واحد البلاد جريمة، في بلاد أخرى ماشي جريمة. مثلا في المغرب ما يمكنش شي راجل يشد شي مرأة ويدخل الأوتيل ويدخلوا لغرفة واحدة ديال الناس مزوجين، كيخصهم ضروري يكون عندهم عقد ديال الزواج. إلا مشيتي مثلا شي دولة أوروبية ودخل شي راجل مع شي مرا للوطيل، ما غاديش يوقفوه ويقولوا ليه عطينا العقد ديال الزواج. الجريمه واحد الحاجه اللي الانسان تيفوت الحدود ديالو، تيدخل لشي حاجه اللي ماشي من حقه. داكوغ. دونك هذوك الحدود شكون اللي كيديرهم بيناتنا؟ حنايا اللي كيديرهم بيناتنا هو القانون. اذا الا ما كانش القانون حنا ما يمكن ليناش نكونوا مجتمع، والقانون هو اللي تيخلينا نعيشو في الامان. ملي تنقول امان يعني كنمشيو لاقصى حد في الامان، هو الحق في الحياه. الى تقاس لينا اهم حق كيف حقوق الانسان هو الحق في الحياه. دونك هذا الحق في الحياه الى تقاس، اذا مشاو الحقوق كامله. ما يمكنش يكون عندك الحق في التمدرس ولا الحق في التطبيب وانت ما عندكش حتى الحياه ديالك. اذا حنا خصنا نعرفوا راسنا مزيان باش علاش كندويو. ملي تندويو على الالكترونيه، دونك هذا المعنى الجريمه الالكترونيه، يعني اي حاجه كتوقع بحال اللي قلتي، مثلا كتوقع على مواقع التواصل الاجتماعي، كتوقع بالتليفون، كتوقع بالتابلت، كتوقع بالبيسي. دونك اي حاجه عندها علاقه بهذا الشيء كتسمى الكتروني. مثلا تنقولوا موقع الكتروني يعني سيت، مثلا تنقولوا بريد الكتروني يعني ادريس ميل. جريمه الكترونيه يعني تتوقع حتى هي بحال هكا عن طريق الانترنت. انتحال صفه الطبيب هو ان واحد الانسان مجرم كيسمي راسو طبيب. يا اما تنتحل صفه الطبيب في الواقع، او لا تنتحل صفه الطبيب على المواقع. انتحال صفه الطبيب هي واحد الجريمه اللي بزاف ديال الناس كيظنوا انها ماشي جريمه. داكشي علاش قلت لكم ان كل واحد الدماغ ديالو كيفاش كيخدم. مثلا كاينين الناس، يعني انا تفهمهم، باو يوليو اطباء وما سهلش عليهم الله، ولكن هذاك الحلم اللي كان عندهم في الطفوله كبر معاهم بواحد الطريقه معاقه، بواحد الطريقه مرضيه، بواحد الطريقه انحرافيه. بحالاش؟ يعني الانسان كبر وهو ماشي طبيب، بغى يطبق بالضبط وبالزز، بغى يولي طبيب. كاين كل واحد علاش كينتحل صفة الطبيب. مثلا كاين الناس تيكونوا خدامين في لوبيتال في المستشفى، ما تيكونوش اطباء، وعزيز عليهم الناس يقولوا لهم دكتور. يعني كتعرفوا ان في المستشفى كل شيء الناس خاصهم يلبسوا واحد اللبسه، كاينه طبليه ولا الوزره ولا لابلوز ديال الاطباء معروفه، كاينه اللبسه ديال الممرض معروفه،
وكاينه واحد اللبسه ديال هذوك الناس البرونكارديست، ولا الناس اللي ولا لا تي بي، ولا الناس اللي كيدفعوا الشريوات، اللي كيحولوا المرضى من سيرفيس لسيرفيس، ولا دوك الناس اللي كيتسخروا، ولا دوك الناس اللي كيمشيو من الاداره بحال مثلا تيتسخروا من هنا لهنا من مصلحه لمصلحه. كاينين الناس اللي خدامين في الاداره ماشي ضروري يلبسوا طابليه، يعني كل واحد عنده واحد اللبسه مهنيه، ولكن هذيك اللبسه كاين فيها واحد بحال اللي جلسي، كاينه واحد الثغره ولا ثغرات فين كيوقع النصب. انا غادي نعطيكم حالات وقعوا في المستشفى. واحد السيده كانت في المستشفى الجامعي بغات دير واحد الفحص، داك الفحص كيسوى 300 درهم. جا عندها واحد السيد لابس غير طبيعية، قال له انا غديك غديريها ب150 درهم، يعني بحال اللي قلتي خاصة دير واحد الحاجة ب6000. قال له هو انا غاجي ندوي معاك واحد السيد غادي يديرها ب3000. خدا لها 3000 ريال وخلاها ومشى. داكو بونسوار دكتور حمدوني. بونسوار سيدي عبد الله، انتي حاسبة الطبيب، هذا السجن بعينيه. الو، الى معنا الناس ديال القانون يقدروا يقولوا لنا شنو هي العقوبه ولا الجريمه، ولا الا عندهم شي معلومه مرحبا. دابا هاد المره هادي علاش عطاتو ديك 3000 ريال؟ خاصكم تعرفوا ان الجريمه ديما الضحيه كيشارك في الجريمه ديما. الا كنتي ضحيه عرف راسك راه انت مسؤول نوعا ما على الجريمه. هاد المره منين جا عندها واحد السيد وقال لها اشنو بغيتي يا لاله، علاش عاودت ليه؟ واش هو ربي؟ لا. واش هو باها؟ لا. هو شنو هو بالنسبه له؟ هي بالنسبه له هي مسلم. احنا في المغرب ما خصناش نبقاو نقولوا هذا مسلم، خصنا نحيدوها. احنا خصنا نقولوا واش هذا الشيء قانوني ولا ماشي قانوني، وشوف تشوف الا سلكتي. داكو بونجور دكتور، ميرسي دافونس بور تو فوز افور، بون كوراج، ميرسي بوكو بور فوتر انكوراجمون سيدي نجيب. هاد السيده الجريمه اللي طرات ليها دي لان نصب عليها، تينصب عليك شي واحد حيت انت قلتي ليه اجي تنصب عليا. دونك شنو هي اول حاجه باش انت كتقول للمجرم اجي نصب عليا؟ هو انك انت كتعتبره مسلم. اذا هاد القضيه ديال كتعتبر الناس مسلمين وبغاو يعاونوك، والمسلم كيعاون خو المسلم، وداكشي تقدر تكون فيك نتايا الخير، كيسحاب ليك راه كلشي فيه الخير. لا لا، ما كاينش هادشي، خاصكم تحيدوا من راسكم اخي في الاسلام. خاصك تقول مواطن فوق من القانون، صافي. مني عطاتو 3000 ريال، هاد السيده ما كتعرف لا سميتو لا كنيتو لا شكون هو، وما دايرش البادج. اساتذه ديال الطب في المستشفى الجامعي الله يجازيهم بخير كانوا دائما تيزيرونا تيقولنا ديروا باتش وكتبوا فيه سميتكم وكنيتكم وشكون نتا، شنو هو الكراد ديالك، باش المريض ملي كيشوفك داير الباتش اول حاجه عرفك سميتك اسماء، عرفك سميتك حمدوني، عرفك واش انتي ميدسان انترن ولا ميدسان اكسترن، عرفك انتي واش ريزيدونت ولا بي ا بروفيسور اسيستون. يعني من غادي يشوفك كاتبه ميدسان اكسترن غادي يعرف الفرق بينك وبين بروفيسور. دونك الا بغينا الجريمه ما تكونش، خصكم تعرفوا ان كاينين كاين الساس ديال الجريمه. الساس ديال الجريمه الاول هو الجهل، والسذاجه هو الجهل، وهو بحال اللي قلتي شي واحد اللي تيجي وتيدير لك واحد بحال التلاميذ، عدم الوضوح. كيشدك الاستاذ يقولك اجي فين هو البادج ديالك، الا درتي البادج غادي يكون الوضوح، الا كان الوضوح ما غتكونش الجريمه. دونك فين ما تكون شي ضايع وما يكونش الوضوح، خاصك تعرف ان انت معرض، يا اما غتكون مغفل وانت اللي غترتكب جريمه وما عارفهاش، يا اما غتكون ضحيه ديال الجريمه. دونك اول حاجه هي محاربه الجهل، ما خاصكش تكون جاهل. ثاني حاجة خاصك يكون عندك الوضوح. سلام دكتور، vous êtes une femme extraordinaire ما شاء الله. ميرسي سيدي احمد، سي جونتي.
دابا هاد السيده هادي ملي بقات كتبكي وتتقول لهم انا عندي غير 3000 ريال وديها ليا وقال لي كذا، ما عندها ما تصور. علاش في المغرب في العالم في الكره الارضيه في القران كاينه اطول ايه في القران في سوره البقره سميتها ايه الدين ولا التدين. الله تيقول لك الا دينتي مع شي واحد كتب، ولا ما كتبتيش ولا ما كتعرفش تكتب عطاك التفاصيل ديال التفاصيل ديال التفاصيل، واخا تكون كاع في الطريق وكذا او رهان. المهم وراك كل شيء انك انت اللي عطيتي، خاصك تشد دليل ولا رهين ولا شي حاجه. هاد السيده مني عطات الفلوس ما خدتش ورقه، داكو؟ دونك خاصك تعرف ان في المغرب اولا في اي بلاصه في العالم ما عمرك تعطي الفلوس، حدك الفلوس حدك يوصل معاك الانسان الفلوس، واخا يكون داير لك طلاميس ديال الهضره، مني تيقول لك الفلوس خاصك تطلع الفرنمه. انا غادي نعطيكم مثال ديال انتحاسي في الطبيب وقعت لي انا. هاد القصه كتعرفوها كي والعالم كله تيعرفها دابا ماشي غير نتوما. هذيك الصفحه ديال الفيسبوك اللي كتنصب عليكم ملي كتساليو كتقلبو كتمشيو كتدخلو لداك الموقع ديال دوك اكسبريس اللي فيه الاطباء وكل شيء. سبحان الله العظيم دخل عليا مبارك مسعود هذاك دوك اكسبريس، ولاو الناس تيقلبو 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 تيلقاو النمره تيعيطو، ملي تيعيطو تيقولي دكتوره صيفطنا لك فلوس. كيفاش صيفطتي لي الفلوس؟ تيقولك صيفطنا لك في الواتساب ديالك. تنقول له باش عرفتي في الواتساب ديالي؟ تيقول لي راه دايره في فيسبوك. تنقول له باش عرفتي فيسبوك ديالي واش دويت معاك انا؟ تيقول لي لا دويتي معايا بميساجات. اييه واش قلت لك دكتوره كنتي دايره واحد الصبار ديال الدواء وها كيفاش، وداك الدواء بغيتو قلتي ليا وبشحال هاد الدواء؟ 900 درهم. اويلي شنو هو هاد الدواء في المغرب اللي كيتسوى 900 درهم واللي كيتشرى بلا اوردونونس؟ هنا راه خاصنا نعرفوا اننا حنا في المغرب الا بغينا نكون عيشو بسلام راه خاصنا ننساو الاسلام. ما تبقاش تقول لي الاسلام، ما تبقاش تقول لي الخير، ما تبقاش تقول لي المسلم اخو المسلم. حنا ماشي مسلمين، حنا منافقين، حنا مجرمين. عمرك تقول لي غندير في شي واحد ولا غنثق في شي واحد لانه خويا في الاسلام؟ هذه ما عمرني نسمعها. عمرك تقول لي لا دكتوره شناك تديري الخير؟ انا ما كنديرش الخير، انا تنعلن عليها على المباشر والانترنت كيبقى هادشي دائما مسجل. ما عمرك تقول لي دكتوره درتي فيا خير، دكتوره دايرتي دايره الدواء. انا ما تنديرش الدواء. كاين جهل خطير في المغرب بزاف. بنادم مسكين ما ماشي غبي، لا ما هو هكاك، ما قرا ما خرج ما استاجا ما تحك ما حكاتو الدنيا ما حتى شي حاجه. انسان مسكين كيعبد الله وتيعبد الاطباء، ممنوع عباده الاطباء والرزق على الله. مني شتي الطبيب ولا وحدين منتحلين الصفه ديالي ودايرين الدواء، خاصك في المدرسة وفي التلفازة خاص الناس يفهموا أن الطبيب ممنوع يبيع الدواء. راه بزاف الناس كيظنوا أن الطبيب بحال نزل من السما. بحال أنا غنشرح لكم واحد الحاجة باش نكون معكم واضحة، لأن إلا كنت معكم واضحة غدا يوم القيامة ربي غيسهل عليا. حيدوا لي العمية. اه برافو، نشكرك دكتور على تحياتك، بارك الله فيك. شكرا شكرا، تحياتي دكتور النصائح والعطاء ديالك والشرح. شكرا، الله يطول عمرك. اسمعوني مزيان اش غنقول لكم. ملي كنت كندير اللايفات ديال الفكاهه وكندوي بزاف على الانحراف وداكشي، كانوا الناس يقولوا انت مستحيل تكوني طبيبه. علاش؟ حيت انت بالنسبه لك الطبيب هو الرب هو الاله. ما كتعرفش ان الطبيب تيدخل تيدير كاكا حاشاكم. كاين اللي ما عمرو تخيل طبيب فيه الاسهال، كاين اللي ما عمرو تخيل طبيب فيه القبض، كاين اللي ما عمرو تخيل طبيب تيبول في الطواليت. هادي رسمة العبوديه، داكو؟ يفو با ديفيي لي جون. ما عمرك تخلي الانسان يولي اله. طبيب بحالو بحالك، شتي القاضي احسن من الطبيب، ماشي احسن منه ولكن فوق منه.
مع احترامي الاطباء انا ما عنديش حساسيه من هادشي، ولكن بغيت غير نشرح ان القاضي فوق الطبيب، يعني الطبيب الا غلط غيحكم عليه قاضي، فاهمين؟ البوليس فوق الطبيب، الطبيب الا دار شي جريمه ولا شي حاجه ولا قتل ولا هذا غيشدو البوليس. انت خاصك تعرف ان بيع الادويه من طرف طبيب جريمه، يعني انا ممكن ليش نخرج في الانترنت وندير صفحه ونقول لك اجي شري الدواء؟ دونك انت خاصك تكون عندك الثقه في النفس، تكون عندك شخصيه قويه، عندك ملي تشوف الدواء كيتباع خاصك دير سينيالي. ونصيحه نعطيها لكم، وانا مسؤوله عليها، فين ما يدوي معاك شي طبيب في الانترنت يصيفط لك ميساج يقول لك انا طبيب، قول له بزعطه. لا، قول له قالت لك الدكتوره اسماء حمدوني بزعطه، لان ما كاين حتى شي طبيب مغربي غادي يمشي عند شي واحد ويدوي معاه في الخاص. داكو، كل شي الاطباء مشغولين، كل شي، كل واحد وشنو الاختصاص ديالو. انا اختصاص ديالي هو الانحراف. نتوما كتشوفوني مثلا ديما كتقولوا هادي راه مساليه، انا راني مشغوله، ما كندويش مع الناس، ما كندويش مع شحال من حاجه ما كنديرهاش. هاد الشيء اللي تندير فيه هو الانحراف من عن طريق الانترنت والمناعه الالكترونيه. وكيف ما انا كنت مشغوله في لي لايف والبحث، كيف ما الاطباء الاخرين مشغولين، كاين اللي كيفتح، كاين اللي تيخدم على الادمان ولكن في مدارس، كاين اللي كيخدم على الادمان ولكن في الباديه، كاين اللي تيخدم على الادمان ولكن عند الناس اللي ناعسين في المستشفى ديال الامراض النفسيه والعقليه، كاين اللي في الانعاش النهار كله هو مقابل الماكينات. ما كاينش شي طبيب مثالي. دونك فين ما يدوي معاك شي طبيب اشنو تيطرى لك انت؟ انت كتحلم، كتحلم وكتطيق الحلم، لان كاين ناس تيبغيو اللي يكذب عليهم. تقدر انت من هذا النوع مادام تخيلتي راسك انك كدوي مع واحد الطبيب وديك الطبيبه غتعطيك واحد الدواء وديك الدواء ممنوع في المغرب يتعطى الدواء، اذا كيفاش انت تيقتيها؟ حيت ما عارفاش كيشدك الانسان تيردك بحال الضحكه. علاش ردك بحال الضحكه؟ لان انت مسكين ما قريتيش واحد الماده في المدرسه سميتها الثقافه الصحيه، كون قريتيها في المدرسه ما غاديش تعرض للنصب. دونك الجريمه الالكترونيه السبب الرئيسي ديالها او الوقايه منها كتكون في المدارس، لان المدرسه كندوي مع دراري صغار كيفهموا، ملي تيكبر الانسان ما تيبقاش يفهم، صافي كيتسدو البيبان. الا بغينا توعيه كدار في الصغر، كل ما كبر الانسان كتصعب التوعيه. داكو، كيوني اغلى حد يعدل مباشر، مشكور قبال، الله يطول عمرك. دابا تسمعوا مزيان اشنا هي الخطوره. مني طبيب انا بغيتكم غير حاجه وحده بغيتكم تحيدوها، هو ما تبقاوش تعتبروا ان الطبيب هو ربي، ما تبقاوش تعتبروا ان الطبيب ما تيغلطش، ما تبقاوش تعتبروا ان الطبيب فوق القانون. قانون في المغرب، في العالم، في الكره الارضيه تيقول لك الدواء تيتباع في الصيدليه، واحد اللي عنده الحق يعطي الدواء هو اللي عنده الدكتوره في الصيدله، وهذاك اللي عنده الدكتوره في الصيدله عنده وزاره الصحه كتحكم عليه. اشنو كتقول ليه وزاره الصحه؟ كتقول ليه الدواء اللي مكتوب فيه واحد الاطار احمر فيه لا يؤخذ الا بوصفه طبيه ما عندكش الحق تعطيه الا لجاتك وصفه طبيه. يعني طبيب ما عندوش الحق يبيع الدواء، طبيب الصيدلاني عنده الحق يبيع الدواء، طبيب الصيدلاني كتحكم فيه وزاره الصحه. اش كتقول له؟ كتقول له الدواء اللي فيه اطار احمر وفيه لا يؤخذ الا بوصفه طبيه ما خانت كتبيع الدواء، ما عندكش الحق تبيعه حتى يعطيك الطبيب ورقه. مني كتجي انت يا المواطن المغربي وكتلقى واحد داير صفحه مزوره ونقولوا كاع انت ما عارفش هاد الجريمه ديال الانتحاسات، انت مغربي ما عليك ما بيك دخلتي لقيتي الصغيره ديال الطبيبه كتقول لك هاد الدواء ديال هادي، الدواء ديال القميله ديال هادي، ديال الصيبانه ديال او هو دواء ب 900 درهم، دواء ب 800 درهم. كاين دواء ما كاينش كاع في المغرب، كاين دواء انا والله ما عرفتهم،
كاع. وكيفاش اخويا؟ واش نتايا ما نديروش في راسنا بالضحك عاوتاني؟ علاش الطبيب بغى يبيع دواء؟ علاش؟ علاش غيبيعو؟ باش من حق. ومن هنا خاصك انت تفيق، ولكن انت ما عارفش المعلومه باش تفيق. دونك الجهل ما يمكنش يكون مع التوعيه والحمايه. الجهل ديما هو الجريمه، مشادين من يديهم وغاديين. انت جاهل، انت ماشي ضحيه، انت جاهل. دونك هذاك الجهل اللي فيك كيخليك ما عارف لا راسك من رجليك. طبيبه كتبيع الدواء، اجدها تبيعته. دونك الحاجه الاولى اللي غطيه في بالك هذا حساب مزور صافي. انت خاصك تكون كتبغي الجسد ديالك، خاصك تكون كتبغي راسك وكتحترم راسك. كنمشيو عند وحده في العروبيه ما قارياش، ما عمرها مشات للمدرسه، تنقول لك انا ما ناخدش دواء، ما عطاش ليا طبيب. كتلقى واحد قاري عنده دبلوم، خدام في مدينه، ما عمره ما عاش في العروبيه، وقاري وتيعيط لي تيقول لي دكتوره انا صيفط لك 900 درهم باش تعطيني الدواء. علاش اخويا؟ علاش؟ علاش راه نتوما كديروا الاحباط، كديروا الاحباط. انا فاش كيعيط لي شي واحد تنقول تنحشم، تنقول او واش ولاد بلادي ما قاريش؟ واش ما فاهميش؟ واش واحد تيقول لي انا خدام في البوست فلاني صيفط لك الدواء؟ يا خويا راه داروا لك التلاميذ، ضحكوا عليك. كاين السيبه، تيقول لك اللهم حاكم ظالم ولا قبيله سايبه. مواقع التواصل الاجتماعي بحال الكوري، واللي كيتيق الكوري اخبار فراسكم. جادو فوتر لوجيك دكتور، ميرسي. المشكله انتي كذلك، انت حالتي شخصيتك الصحراء الغربية شيء يحير العقل. أنا جزائري، كنت أحبك وبعشقك، ولكن للأسف الشديد. أنت جزائري؟ ما فهمتكش أخويا، ما فهمتش. جزائري ما بغيتينيش نقول الصحراء مغربية، قلقك الفيديو الأخر. صافي أخويا، تا الغدا وندير لك فيديو أخر من الصحراء، من الرملة عاود تاني، وندير لك. ما عجبكش الديسك ديال الدوزي ديال ولد الصحراء والجمع؟ غدا غندير لك العيون عينيه والساقيه الحمراء. شوف، كاين الله الوطن الملك، محمد السادس هو الملك ديالنا وعزيز علينا، وكنبوسو ليه يديه لاننا ما نقدروش نبوسو ليه رجلي احتراما ليه. شتي انا دابا ما كرهتش نبوس ليه يديه. صافي، الله ينصر سيدنا. والدوين بلوكيك، تحية الجزائريين خوتنا، الله يعمر دار، الله يجازيهم بخير. وانت غتجلس غتريح، اللي جلسة غتقول امين. قلت لك الصحراء مغربية، قول امين. صافي، تعودش معايا الهضر. والدوين بلوكيك، انا سمح لي كنشك فيك، كنظن كتلعبي جوج شخصيات. ام رانيا، لا ام رانيا، انا ما غاديش نجاوبك، انا ما غنجاوبكش. لا، حيت انا العيالات، واخا انا كنتمي النساء، احنا لالنا قصاص عقل ودين، يعني كنضربو وكنسقلو، وخاصنا نرحمو بعضياتنا حيت حنا كلنا قصاص عقل ودين. ولا اله الا الله محمد رسول الله. المهم دابا غنكمل لكم على انتحار صيف ديال طبيب. اون تو دافي داكوغ افيك توا دكتور. كنظن هاد الوقت ممكن نقضي فيه بزاف الناس الا مشيتي للسبيطار. اشي والله تتلفت، والله عرفتي تلفت، والله تتلفت. قريت الكومنتير وانا نتلف زعما، اش غنقول لكم؟ والله لا حول ولا قوة الا بالله. المهم كمل لكم. انتحال صفة طبيب، جريمة إلكترونية خطيرة جدا. شنو هو المخاطر ديال هذه الجريمه؟
شنو هما الابعاد ديال الجريمه؟ انا اصلي جدادي من الصحراء الغربيه من واد الذهب واعيش جزائر. الشهداء خويا الله يرحم لك الوالدين. شتي الا كنت يهودي مرحبا بك عندي في اللايف، ولا كنتي من اي بلاصه مرحبا بك في اللايف. ما كنفرقش الفلوس وما كنعطيش المعاونه وما كنثقش في الناس، ولا الانترنت كلها بالنسبه لي اللي كيدوي معايا فيها هو عباره عن لون ابيض وسط اللون الاسود، فهمتيني؟ ما عندك ما تربح مني والو، القلب قساح والكبده جامده، تبقى دوي حتى الصباح وقدوي منك الشرطه الالكترونيه راك يراقبوا كاع اللايفات، قدوي حتى الصباح صافي. داكشي ديال الصحراء والتعبات باغي غربيه، وانت في الجزائر وكدوي على الصحراء ومالك مشيتي الجزائر ماك مبقيتي فيها مدار ولا مالي سوقي؟ اش كتعاود لي اخويا هادشي؟ انا ما سوقيش، انا تنعرف ناكل ونشرب ونتريني والبارفان زوين والبلايص الزوينين نمشي ليهم، الحاجه الزوينه نسمعها صافي، والورقه الزينه نتيبها وصافي، والسلام عليكم وعاش الملك وصافي. ما تنفهمش انا هاد الهضره ديالك انت يا ديال السياسه. تحيه لك استاذ اسماء محترم، الله يحفظك بارك الله. يعاقب القانون الجنائي المغربي كل منتحل صفه شنو هادي ينظمها القانون من 8 اشهر الى 5 سنوات سجن وغرامه ماليه من 5000 حتى 50000 درهم. شكرا. دابا سمعوني مزيان اش غادي نقول لكم. المواطن المغربي ولا المواطنين المغاربه ولا المغاربه فيهم بزاف ديال الانواع ديال الناس، ياك؟ وهادوك بزاف الانواع ديال الناس حتى هما فيهم بزاف ديال لي سوتيب، يعني فيهم حتى هما واحد الانواع، كل نوع فيه انواع اخرين تحت منهم، ياك؟ حنا المغاربه كاين فينا شي واحد اللي مطور في شي مجال وما مطورش مجال اخر، كاين شي واحد فينا قافز في شي مجال وما قافز في مجال اخر. داكشي علاش خصنا نتعاونوا، كل واحد كيوري الاخر وكيقول ليه حضي راسك، دخل سوق راسك، احترم القانون، احترم كذا، دير كذا، كل هادي ما تاكلش هادي، دير هادي. نورمالمون خصنا نعاونوا بعضياتنا. منين دخلت الانترنت ومنين دخل التليفون، شنو دار الهاتف الذكي في المغرب؟ بحال اللي جلسي اي حاجه طورها، يعني انت لك كنتي كتقرا ملي غتشد التليفون غادي تولي تشوف دي زارتيكل، تشوف مقالات علميه، كنتي تقرا وكتبحث غادي تدخل تشد التليفون غادي تجيب اليوتيوب غتكتب مثلا لا مالادي سيلياك، غادي تلقى بزاف الفيديوهات على لا مالادي سيلياك، غتلقى مثلا لا ديستيرويدي، غتلقى بزاف في يوتيوب بزاف الفيديوهات على ديستيرويدي. الا كنتي في القانون وكنتي كتقرا انت في الاصل ديالك تتقرا، الهاتف الذكي غادي يجي وغادي يطورك، غادي يخليك تلقى القانون الجنائي في الانترنت، تقدر تلقى استاذ القانون كيشرح، تقدر تلقى الفرق بين القانون المغربي وقانون مثلا الروسي، يعني غتمشي بعيد. الا كنتي مثلا انت كطيب او لا طباخ وغادي كتقرا الطبخ مثلا، غادي الهاتف الذكي غادي يطور هذاك العلم اللي عندك انت، غادي 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 تدخل الانترنت غايقول لك مثلا كيفاش تصوب شي بوطاج، غادي يوريك كيفاش تصوب مثلا واحد البلا، واحد الاكله مثلا اكله مكسيكيه، انت ما عمرك مشيتي للمكسيك ولكن حيت انت في عالم الطبخ وعزيز عليك داك العالم وكتقرا فيه ومجتهد فيه، الهاتف الذكي غادي يجي وغادي يطور لك هداكشي، داكو؟ ولكن الهاتف الذكي كيطور كل شيء. الا كنتي انت شيطان الهاتف الذكي غيطور لك الشيطان ديالك، يعني انت مجرم صغير، الجريمه الالكترونيه هي بحال اللي قلتي
اضعاف الجريمه، الخطوره ديالها اضعاف الجريمه اللي في الواقع. علاش؟ حيت غيطور. مثلا انت خاصك تمشي تستريسا، دوي مع شي وحده تنصب عليها، تصرف عليها، تعرض عليها، تلبس مزيان، تقاد. انت ما كدير حتى شي حاجه من هادشي، انت تدخل كدير التصويره ديال واحد اخر، كتضحك عليها، تقول لها انا فلان، انا ولد عائله، انا معروف، انا كدي، منوريش وجهي، نوري غير فورمتي. وديك التصويره ماشي ديالك اصلا. انت كتمشي السيده مسكينه كتبغيك، تحماق عليك، تحلم بيك. في الاخر فاش كتجي تلاقى معاها، كتلقاك لا علاقه، كترى لها صدمه نفسيه، صافي مشات. او لا كتبقى تنصب عليها، تقول لها عطيني الفلوس ديالي، دافع شيكات، غنجي عندك، غنخطبك، كذا كذا كذا، صافي. انت مثلا نصاب، كتقول للناس انا طبيب في الانترنت، غير غديرها سهله، ما عندكش لاش تقلب على واحد. حيت كانوا شحال من مره البوليس كيشد وحدين دايرين عياده، بحال واحد وقيلا واحد المحامي لقاوه في الرباط، ولا هو ماشي محامي ودير داير عياده، داير مكسب ديال المحامي. ولكن البوليس ناضي تبارك الله في هذا الشيء، هذا والسلطات المحليه في هذا الشيء. القضيه ديال شي واحد كيدير مكتب من ساحل صفه وداير مكتب، دغيا كيلقاو كيعيقو به. ولكن في الانترنت صعيب، يعني الانترنت كتصعب القاء القبض على المجرم. والمواطن المسكين اللي ما فهمش وجاهل وما قاريش ومكبوت وطاري ليه شي مشكل، كيزيد يعاون المجرم باش يدير. يعني الانترنت كيف ما كتطور العالم وكتعاونو يطور علمه، كتطور حتى المجرم وكتعاونو يطور الاجرام ديالو، وكتعطل المده باش انه يلقاه. ماشي غباء، السذاجه ديال المواطن ولا الضحيه كتعاون. دابا المواطن حتى هو اللي تيكون مسكين ساذج وما عارف والو، وعنده المشكل ديال الجهل، الجهل العميق. التليفون الهاتف الذكي اش كيدير ليه؟ كيطور ليه داك السذاجه ديالو وداك الجهل ديالو، لان الجهل حتى هو كيتطور. بحالاش؟ بحال دابا انت مثلا، دابا انت مثلا جاهل في الدنيا، تخيل ما كاينش الهاتف الذكي، غيجي شي واحد غيقول لك اجي بغيت يتزوج، انا غنوريك واحد البنت. تقول لي شكون هي البنت وفين غينا، فين غنمشيو عندها؟ انت مثلا في كازا، غيقول لك هاد البنت راه كاينه في تطوان، غتمشي تجري عندها حتى لتطوان، غتهز الهام، خاصك الوقت، خاصك تقلب فين غتسكن، فين كذا كذا. مني كتكون نتايا جاهل، دابا انت في الواقع جاهل، قال لك اجي نشوف وحده في تطوان، مشيتي عندها حتى لتطوان، باش تعرف راسك جاهل. مني عطيناك التليفون ولا الهاتف الذكي، هذاك الجهل ديالك حتى هو تطور، يعني وليتي جاهل كتر من قبل. بحالاش؟ بحال دابا انت في التليفون غيقول، غتجي وحده تقول لك انا في تطوان، ولا يقول شي واحد انا كنعرف واحد السيده، هذيك السيده تقدر تكون في كازا، وتقول لك انا شماليه ودوي معاك سنت ماما، هذيك الهضره ديال الحل فتح ضمك، وتبقى معاك بداك الشيء، وهكا وهكا وهكا، تضحك عليك، تاخد لك فلوسك، ولا هذاك الصوت يكون غير بداك الذكاء الاصطناعي، ولا ما عرف شنو سميتو بالعربيه، ها واحد داير صوت بنت وتيدوي معاك، وانت والو، الجهل ديالك ضرب لك في خمسه. ومع تاني يقدر شي واحد يقول لك انا راني بنت، وهو ماشي بنت، هو راه ولد، تما كيسطيك، تما كيدير معاك فيديو، تما يدير معاك عاده سريه في فيديو يبدا يهدك به. انت كتلقى راسك واحد واحد الوحله ديال الكلاب، حاجه سامعين مالك عليها، عرفتي شنو هي مالك عليها؟ الهاتف الذكي داير بحال جدول الضرب، خمسه ضربه في عشره غتعطيك خمسين، خمسين غضربه في عشرة غتعطيك خمسمية، عشرة غضربه في عشرة غتعطيك مية. داكشي اللي فينا مني كنشدو الهاتف الذكي كيتضاعف. جهل، الهاتف الذكي غتولي جاهل كتر، غتصط، غتهتر. بحال دابا انت مثلا هاتر، اولا انت مثلا مكبوت مسكين فيك جي نعر، المهم سمحوا لي، المهم انت جاهل ياك، كطير في الواقع باش غتشوف وحده عريانه،
خاصك ما عرفت شنو دير، تمشي لي تخيل ما كاينش تليفون، خاصك اللوكال وفين، وما يشوفوكش البوليس وما يشوفوكش الناس وما يشوفوكش هذا، ما يشوفوك خوتها، ما يشوف ياك في التليفون سهل، الكبت سهل، كدير تشيك تصيفط لك تصويره كتسطى نتايا دغيا، تسطى دغيا الا كنتي مكبوت دغيا تسطى، واخا يبقاو يدويو معاك الناس حتى الصباح، واخا يجي عندك عالم ديني يدوي معاك، والله لا عرفوا ليك الكود ديالك، لانك انت فيك الكبت داك الخطير، داك الكبت ديال المهم. اذا الهاتف الذكي غيضاعف ليك الكبت اللي فيك، دابا غير اللي فيه شي حاجه الهاتف الذكي راه كيضاعف. دونك حنا راه خاصنا نعرفوا راسنا ان راه حنا اللي فينا المشكل. انت ملي كتدخل كتلقى وحده دايره راسها مسميه راسها بسميتي، وكتقول لك الدواء، هذا الدواء ديال هادي وهذا الدواء ديال هادي وهذا الدواء ديال هادي. المغاربه عندهم واحد المشكل في الدماغ ديالهم، شنو هو؟ هو ان الطبيب ما مزيانش، وهو ان التدويزه غير كيضيعوا فيها الفلوس، والفارماسيان احسن من الطبيب، حيت الفارماسيان دغيا تيعرف لك الدواء ديالك، والطبيب خاصو تيدوز لك عاد يعطيك الدواء. ما حدك عندك هاد الفكره في راسك، ما حدك غتبقى ضحيه النصب. المشكل ماشي في الهاتف الذكي، ولكن ولاد الحرام ما خلاو ولاد الحلال يتواصلوا بيناتهم بالنية. اللهم ان كان السحر فابطل. احنا ما كندويش سيدي على التواصل، ما كندويش على داكشي، ما كندويش على التواصل ولا التصاحب، تشهد احنا باقيين فيه، حنا تندوي على انتحال صفة الطبيب، وعلى ان الضحيه كيساهم في الجريمه، وعلى ان المشكل ديال الجهل خطير، وعلى ان الهاتف الذكي كيضاعف لك هذاك الشيء اللي فيك. كان فيك الجهل غتولي جهل اكثر، كان فيك الكبت غتولي مكبوت اكثر. كندوي على كيفاش الهاتف الذكي، الهاتف الذكي كيطور داك الشيء اللي فيك زيد او شيء، فهمت مزيان؟ دابا غنعطيكم شنو هما الجرائم الناتجه على انتحال صفة الطبيب. كاين سلسلة الجرائم. أول حاجة، دابا أنا قلت لكم ديروا غا سينيالي لديك الصفحة، ما بغيتوش ديروا لها سينيالي، مشيتو درتو لها أبوني، تما عرفتكم أنكم نتوما المغضوب عليكم، كانت فيها 5000 ولات فيها 8000. أي إنسان داير ليا أنا أبوني وداير الصفحة الأخرى أبوني، خاصك تعرف أنك أنت من المغضوب عليهم بالنسبة لي أنا. أول خطورة في انتحال صفة الطبيب واللي خاصكم تعرفوها ضروري، هو إفشاء الأسرار. مني كتشوف طبيب في الانترنت كتبدا تعاود ليه في الخاص، راه ممنوع من عن كليا تفتح قلبك في الانترنت، واخا يكون واحد كاتب أنا المهدي المنتظر، واخا يكون واحد كاتب سميه ديال باك سميتو كنيتو، واخا يكون كاتب سميه ديال خوك، واخا يكون خوك الحساب ديالو ما تثقش فيه لان يقدر يكون بيرات. في المغرب تيقو بيا، انا راه دوزت 4 سنين ديال لي لايف، راه تنعرف التخا الخنز شتي الخنز القيح ديال الانترنت تنعرفو. وأسوأ انواع الناس في الانترنت هما دوك اللي تيكونوا كلاس عقلوا عليه مزيان، دوك اللي كيدوا فرونسي، دوك اللي كيدوا بلونغلي، دوك اللي كيبداو يدوك على الدين، دوك اللي كيبداو يدوك على التنميه الذاتيه، هادوك هما اكبر ميكروب. يعني في الخاص غدوي مع الميكروب، ولكن لو كانوا الناس فيهم النية كاع ما يكونش انتحال صفة ولا شي نص كيف ما كان. ولكن انا كيفاش غادي ندير النية؟ غنمشي معاك بعيد، انت بغيتي الحل هو النية، واش النية نقدروا نزرعوها في الناس؟ لا، دونك هذا ماشي حل. صافي، بغيتي تزرع النية في المغاربة الله يعاونك اخويا، قالك اللي شتي راكب على العود قول ليه، على العصا قول ليه بصحة البركي،
الضحية مسؤولش على هذا الشيء، حيت الوقت طورات كل شيء، ولا في الهاتف البيع والشراء والاستشارات لتوفير الوقت والجهد. وفر اخوي، انا خديت حق قرار، نحترم الجاهل ونحترم الظريف ونحترم النية منكم من وزارة العدل. الانترنت عالم افتراضي، الشخص الذي يتحدث اليه يمكن ان يكون مزورا في غالب الحالات. برافو عليك، كلامك صحيح 100%. بعد قليل تواصلت مع احد صناع اسنان وقال لي لن احتاج لرخصة لفتح عيادة، ما يقوم به طبيب اقوم به، وهذا ربما اليوم اخويا ندعو عليهم يصدقوا. محاربيني برك عليا، انتو اللي محاربيني دابا، علام ندخل سوق راسي علموني. المهم انت حاسه في الطبيب المواطن المغربي اللي كدوي معاه طبيبه مغربيه وكتقول لي انا عندي خبره اكثر منك في اللايفات وفي الانترنت وفي مواقع التواصل الاجتماعي، وتنقول لك ان ما عندكش الحق في المغرب تدوي في الخاص مع شي واحد، حيت غادي تدوي مع المجرمين. تيكدبني، منين تيكدبني تيجيبها في راسو. مني يدوي معاك شي واحد كبر منك في واحد المجال ولا فايتك فيه تجربة وما كتاخدش داكشي بجدية، اذا انت واحد الانسان ما باغيش تعلم، باغي تاكل العصا عاد تعلم كولها. طيب قالك وريه وريه والعمى سيرو خليه، قلنا لكم ما تبقاوش دو مع الناس في الخاص. دخلتي لقيتي طبيب تيبيع الدواء، سينيالي سير اخويا ديكلاري بيه انت كاع. واش كتفهموا؟ ماشي تجي تقول لي يا دكتور انا شغندير، غندير لكم انا واش بغيتو؟ راه غندير لكم قد فمكم وغنمشي نقرا القانون ونولي ونخدم مع الشرطه. ديكلاراسيون درناها، الشكايات درناها، المحاضر درناهم، راه انا ما بقيتش قادره نمشي للكوميساري وخا نبدل لاكارت. صراحه دكتور والله كنستافد منك، جزاك الله خير، الله يحفظك. ماشي كلشي خايبه دكتور، صافي تدير نتايا الانتقاء ديالك وشوف اللي خايب واللي زوين. كلامك هو الكبير، انا كنت متعرض واحد النص وحفظني الله في الوقت المناسب الحمد لله. صافي اخويا اللي بغيتو ديروه صافي، نتوما اللي كتعرفوا، انا ما نقدرش نعرف اكثر منكم. في المغرب الا دويتي مع شي واحد في الخاص خاصك تعرف راسك انت يا اما مسطي يا اما مجرم. انا شخصيا الا دوي معايا شي واحد في الخاص واخا ما نقراش الميساج كاع، كيبان ليا نوتيفيكاسيون جاك شي ميساج، قسما بالله وسمعوني انا مؤثره اجتماعيه وعندي 158 الف متتبع وما عنديش المشكل يولي عندي زيرو متتبع. انا ما عنديش الكبد على المتتبعين، نحترمكم وناخذ فيكم الحسنات الا مكتابين لي الحسنات. واللي تقلق اسمح لي، انا شخصيا تنقولها لكم بكامل قواي العقليه، الا صيفطتوا لي في الخاص تنعتبركم مسطين او مجرمين. يعني ما تبقاش تقول لي دكتوره صيفط لك 900 درهم، دكتوره صيفط لك 600 درهم، سير هز هذيك الورقه وسير عند البوليس وديكلاري وقول لهم واحد الدكتوره كتبرى وقالت لينا ماشي انايا، سيروا ادعيو هذاك اللي صيفطوا لي. ما بغيتوش ديروا بحال هكا، عرفتي علاش؟ حيت نتوما مجتمع داير بحال شي وسط زرع ديال المجرمين، المجتمع هو اللي تيقوي المجرمين. شتي الميكروب الا عطيتي بكتيريا الا عطيتيها السكر وهي باغا السكر كتكثر. شحال من مره تيكون فيها السكر كتحيد السكر من الماكله ما كتبقاش فيها الحكه في حجره حاجه السامعين، كتاكل السكر كتبدا تحك 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 تحك، كتحيد السكر كيتحيد ليه الحكه. الا كنتي انت ولا نتوما مجتمع كتوكلوا المجرم وكتسمنوا فيه بحال شي واحد شاد شي لفعه وكيسمن فيه، سمنوه. واش كاع اللي كيهضر في الخاص مع الناس مجرم؟ انا شخصيا انا عندي 158 الف واحد كيتبعني في فيسبوك وعندي 82 الف واحد كيتبعني في تيك توك و11 الف تقريبا في انستغرام و4000 في يوتيوب. تنقول لكم بكامل قواي العقليه واللي بغى يتقلق يتقلق،
الا دوا معايا شي واحد منكم في الخاص كنقول هذا مجرم ولا مسطي صافي، حيت انا مبريه منكم ما تدوش معايا. واش يدوز استشاره عن بعد www.docexpress.ma. كنتي في بوجدور كتعرف العياده فين كاينه، بوجدور فيها شارع واحد وانا في داك الشارع. واش كثر من هادشي؟ ما كاينش. انا خديت قرار، انا درت دراسه، درت بحث 4 سنين في الانترنت، ولا ناخذ قرار ان لا دوا معايا شي واحد في الخاص مسطي ولا مجرم، وما غاديش نبدل رايي. انت حر في حياتك، انا ما يمكن ليش ندوي معاك. انت حر تقول لي لا كاين البيع والشراء، كاين كذا البيع والشراء، كاين قانون ديالو، كاين واحد الانسان سميتو الموثق ولا النوتير، كاين واحد الانسان سميتو الكونطابل ولا المحاسب. كنمشي عندو تنقول له الله يجازيك بخير لما قريني واحد الدرس بغيت نشري من الانترنت كيفاش نقرا. داكو مني كتمشي عندو تيقول لك شوف اسيدي الا بغيتي تشري انا غنوريك دابا. الناس اللي تيقول لي لا الانترنت فيه البيع والشراء، بيع والشراء ما كتخلص الضريبه، بيع والشراء ما عندكش روجيست كوميرس، البيع والشراء الدوله وزاره الماليه ما عارفكش انك كتبيع وكتشري، اذا انت مجرم، انت اللي كتبيع وكتشري مجرم، دير جريمه، كتبيع وتشري بطريقه المغرب ما باغياش، القانون ما باغياش. انا غنزيد نغطس معاك شويه في البيع والشراء، ماكش باغا ندوي على هادشي ولكن خاصني ندوي عليه. انت كتبيع وكتشري، فاش كتبيع وتشري؟ فاش كتبيع وتشري؟ فاش كتبيع وتشري في الماكله؟ هاد الماكله هادي شافها المكتب الصحي البلدي؟ مني كتجي وحده وتقول لهم انا طباخه وانا كنطيب، غتجروا ليا لساني، غادي يوليو نقول لكم شي معلومات، خفت يعيطوا ليا يقول لي جيت خدمي معنا في الداخليه. صحيح الوزارة الداخلية. مني كتشي يا سيدي انت ولا شي مرا كدير واحد الصفحة وتقول لهم انا الطيبة من فلانة، معكم النقافة فلانة، معكم هذا، معكم حلويات لالة فلانة. هاد الحلويات على الغزالة ديالي منين كطيبيهم وكتصيفطي الكوموند واحد 15 كيلو ديال كعب الغزال، الظروف اللي طاب فيها داك كعب الغزال، واش هذاك اللوز اللي دايره في كعب البزار اللوز، ولا لوبيا طحناها، لوبيا بيضه طحناها ودايره فيها النكهه ديال اللوز. نسيت كلامك صحيح دكتوره، بقدر ما تطور التكنولوجيا تطور حتى الغباء عند الغالبية، وظهرت جرائم امتحان وغيرها. برافو عليك. نعطيك مثال، ملي كتصوبي الحلوه وكتعطيها لينا، الحلوه باش صوبتيها يعني. بالبيض، هذاك البيض حنا شفناه كيفاش داير، هذاك البيض مشري بفاكتوره، هذاك البيض عرفنا شي بيضه فيهم واش كان فيها الدم ودرتيها، يديك غسلتيهم، الدفار اللي طيبتي بيهم لا دفاري انا مقطعين، لا السيده اللي عاوناتك دفارها مقطعين، الشعر كان مغطي كديروا داك الغطاء على راسكم. نزيدك الدفار كان فيهم شي فطريات ولا كانت فيهم شي حاجه؟ البانيوات فين كطيبي ديك كعب الغزال وداك الشيء شافو؟ كاين عندك شي محل فين المحل كانوا فيه شي طوبات، دازت شي طوبه، دازت شي بخوشه كبيره، دازت شي حاجه على ديك البلاصه؟ فين كطيبي الحلوى اللي كتبيعيها انت على مواقع التواصل الاجتماعي؟ فين؟ ولا درتي لنا تسمم؟ ولا قتلتي لنا دري صغير كلا شي كعب الغزال فيها ولا شي حاجه مقرمله، ولا شي بريوات فيهم شي طرف ديال الفار ولا ديال شي حاجه، باش عرفنا حنا هادشي؟ كتبيعي الحريره في الانترنت، باش عرفنا الحريره طايح فيها عقرب، طايح فيها ببريز، طايح فيها، باش عرفنا هادشي؟ كيفاش غتقول لي نبيعو ونشري في الانترنت؟ حيدو هادي، حيدوها. كتبيعو وكتشري في الانترنت، انا غنوريكم دابا اشنو كنت كندير في الانترنيت. بزاف الناس تيقول لي الطبيبه كتضيع وقت، ما كنضيعش وقت، تنخدم الخدمه ديالي ناضيه. انا اعطيكم مثال خطير جدا في الجريمه الالكترونيه، انسان حط واحد السبرديله باغي يبيعها، كيجي تيدير لها التصويره تيقول لك اجي تشري هاد السبرديله، هاد السبرديله باش عرفتيها ما مسروقاش؟
اي انسان كيشري شي حاجه بلا ورقه هو انسان كيشري المسروقات جوسكا بروف دي كونتخير. شريتي سبرديله مولاها ميت روح طايحه حيدوا لي السبرديله من رجلي مشاو باعوها في الانترنت. شريتيها انت عند بالك مطور، ترى ماشي مطور تاعي، ترى ما عليناش. هاد السبرديله اللي شريتيها من الانترنت كتقول فوا هاد النايك كتسوى 2000 درهم او 1500 درهم وانا شريتها ب 4000 ريال. دابا انت كتحسب راسك ذكي، تخيل ديك السبرديله تكون ديال واحد ميت قتلوه دارهم تيقلبوا عليه، بوليس في المغرب تيلقى كلشي اي حاجه يلقاها واخا يتعطل، واحد النهار غيجي ويشدوك ني شريتي هادي. جاب لي خويا من طاليان، شكون هو دخوك؟ لا ود خالتي، شكون هو ود خالتي؟ لا هادي النهار الفلاني مشيتي لهنايا دوزتي الفيرمو تلاقيتي مع هذا لابيل ديتي طن 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 طن، الروح عزيزة عند الله وتعالى وليدي. تقدر بلا ما تحس تلقى راسك داخل في شي مصيبة في شي عصابة مالك شهادي سبرديلة هوتة. ما كاينش الهوتة في المغرب ولا في الدنيا، كاينه الشفرة. سبرديلة كتسوى 30000 ريال، عندك 30000 ريال لبسها، ما عندكش 30000 ريال غتنزل للقريعة شري كوبية ديالها 200 درهم، ما عندكش هاديك 200 درهم سير شري سبرديلة ديال 120 درهم. ما بغيتيش تعيش قد على جهدك، باغي تشري سبرديلة ب 2000 درهم غادي تشري الشفرة. انا فاش كنت كنقرا في لافاك في كازا ديزانو صاحبتي حدا العماله حدا شارع الحسن الثاني غادي الاوليفيري، ديك الصغيره ديك اوليفيري الصغيره ديال الحسن الثاني، اتوقف علينا واحد كيلهز تشري واحد تليفون تشري واحد، قال ما عندناش فلوس الله يعاونك، تليفون ساوي ديك الساعه 70000 ريال باغي يبيعوه ب 4000. واش كتعرفوا شنو يبيع المسروقات؟ واش كتفهموا شنو يبيع المسروقات؟ هو كل شيء عنده ربح، هو باغي غير 50 درهم يمشي يشري بها الحشيش صافي. يعني منين كتكون الحاجه ب 60000 ريال كيبيعها لك هو ب 100 درهم، رابح هو رابح، لان ما كاينش راس المال كل شيء ربح. دابا انت فاش كتشري بياسه ب 100 درهم وكتبيعها ب 120 درهم، 100 درهم سميتها راس المال، وراس المال وعاد تزيد عليه الضو اللي خاسر، البيع والشراء اللي خدام معاك، الماء، اي حاجه كتخسرها، ترونسبور كذا كذا كذا، كله راس المال. يعني تقدر تكون رابحه غير 10 دراهم. شكرا دكتوره الله يحفظك. يعني سبحان اللي قلتي السبرديله شاريها ب 100 درهم ولا بياسه شاريها ب 100 درهم وخاسر على واحد 10 دراهم ديال المصاريف ديال البوتيك ديالك، وبعتيها ب 120 درهم، دونك انت رابح 10 دراهم ياك. الشفار منين تيشد هاديك السبرديله الا باعها ب 120 درهم عندو 120 درهم كامل رباح صافي، مكاينش راس المال. نتا كمواطن منين كتشري الهوته اذا نتا كتشجع السرقة، دونك ثقافه الجريمه ولا كريمينوجينيز، يعني كيفاش كتصنع الجريمه، خصك تعرف ان نتا كتقدر تكون كتساهم في الجريمه بلا ما تحس. دونك كاينين الناس هما كيصلعوا الجريمه كيعاونوا الانسان وما عارفينش. الذهب كتشريه بلا من الانترنت، باش عرفتي ذهب؟ باش عرفتي ماشي مشلل؟ لا متاكد منه ذهب. واحد السيده مسكينه وحلات وراجلها مريض وبغات تبيعو، مسكينه ما كايناش مسكينه في المغرب، كاينه الورقه. مسكين هو جيبك، مسكين هو جيبك. هاد الشيء راه كندوي معاكم انا بحال كندوي مع ولادي، راه كندوي معاكم هضره ديال بنات الناس، ولاد الناس هما اللي غيدخلوا مع هاد الهضره هادي، لان الا عاودتوا هاد الشيء لولادكم راه تقدروا تحميوا راسكم من مخاطر كبيره، ماشي مع القانون، راه تقدر تمشي فيها انت تموت فيها. انت تقول لي الانترنت في الخاص ندوي مع الناس نبيع وشرا، اش كتبيع وتشري؟ باغي تشري سلسله ديال الذهب لصاحبتك من الانترنت، هذاك الذهب واش عرفتي واش مسروق؟ واش عندك الروسي ديالو؟ تركتك تحليل منطقي اضافي لذلك الدقه والصدق في الكلام، حياك الله، الله يطول عمرك.
باش عرفتي داك الذهب ما مسروقش. اللي كيشري شي حاجة غالية بثمن رخيص خاصو يعرف انه تيشري المسروقات. دونك نتايا هو اللي كتشجع لينا الناس باش تشفر. بحال دابا مثلا غندخلو نتي حاسه في الطبيب وغنرجع، غندخلو غتلقى صفحة فيها سميتي دايرين السميات ديال الدواء، غتشو غتجلس مع راسك. دابا نتوما مسلمين ياك، دابا في الإسلام الطبيب عنده الحق يبيع الدواء، علاش غيبيع الدواء؟ سير عند فارماسيان وسولو. ديما قول مع راسك شكون هو الاول اللي كيدير هادشي. انا دابا غنطلع النيفو شويه، فين ما تبغي دير شي حاجه قول شكون هو لو كرون باترون ديال ديك الحاجه. انتي حاسه في الطبيب ما بغيتيش انت توقع في هذا المشكل، مزيان غدخل غتلقى طبيب داير الدواء كيبيعو، غتقول مع راسك بلاتي شكون اللي كيبيع الدواء في المغرب؟ كيبيعو الفارماسيان. غتمشي عند الفارماسيان اللي في الدرب، السلام عليكم، الله يجازيك بخير، واحد الحساب بغيت نوريه لك. واحد الطبيب راه داير الدواء وداكشي، اول حاجه هو لو باترون ديال الدواء، يقولك لا هادشي ما كاينش، هادي ما يمكنش تكون طبيبه. علاش؟ لان ممنوع الطبيب يبيع الدواء. صافي هما جي فلوسك بقاو في جيبك انت، ماشي ضحكه، ولكن يفو دوموندي. قالك اللي بفمو ما كيتلفش، يفو دوموندي، خاصك تكون عندك ثقافه السؤال. الدراري كلشي مقموع في الصغر، داكشي علاش كتكبر مقموع؟ ما تجيش تسول انت الطهاره، وكيشدوك يطهروك بالزز. راه شحال من راجل مسكين معقد من الطهاره ما عارفش راسو مريض نفسي. إنصاف لا أم إنصاف لي في الخير. خاصك تمشي لها للمستعجلة، طب الأطفال غادي يغسلوا لها الودينة وغادي يداويوها. سيري المستعجلات، ولما ما لقيتيش طبيبة ديال الأطفال عيطي لي، حيت هي صغيرة خاصها الطبيب ديال الأطفال. شي وحده هنا عرفش انصاف اللي كاينه في الخير. عرفت انا راه كاينه الطبيبه ديال الاطفال في السبيطار، سيري عندها دابا، لالا خرجي من اللايف وسيري عندها، غتشوفها غتصل لها الودينه غتقاد لها المسايد يعني. الو دابا ديما سول، قال في القران كاينه اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ما كتعرفش لواحد الحاجه ماشي نهاية العالم، لأنه كلنا حنا ما تنعرفوش لكل شيء. شكرا. العفو. لا شفتي الدواء كيتباع، غتسول شكون هو المدير ديال الدواء في المغرب، ولا شكون هو الباترون ديال الدواء، ولا شكون هو الاختصاصي ديال الدواء. بحال هكا هي بالدارجة مع راسك، تقول الصيدلاني، تقول الفارماسي هي فين كينباع الدواء ياك. صافي نمشي عند الفارماسي ونشوف، نستاشر، ما خاب من استخار. ما استشار قال لك منطقي ما كرهش شي طبيب بحالك، انت ما خصكش طبيب، انت خصك الفرقه الوطنيه. سي مصطفى الله يجازيك بخير، لما كل عود بلا مشطر راجي، شرب شي كويس الماء وريح الارض مع راساتك. وكيش عافاك اليوم غتسكتو وغندوي صافي، اللي مريض مشي يدوز. السلام عليكم، هذا غير محاوله ديال تشتيت اللايف. دي حال الشخصيه جريمه يعاقب عليها قانون كيف ما كانت الشخصيه. برافو عليك. دابا غتبان لك انت حاسه في الطبيب، اول حاجه كيتعرضوا ليها الرجال اللي لاباس عليهم. سمعوا مزيان، الرجال اللي لاباس عليكم. كيجيك شي واحد ولا شي وحده كدير راسها طبيبه نفسيه، كتقرا كتاب واحد ديال التنميه الذاتيه. سمعوا مزيان الدراري، كلامك صحيح دكتورة، شكرا، جزاك الله خير، وجزاك ان شاء الله. مني كتكون نتايا عندك الاكتئاب، كتكون باقا لك شرطه وحده وتنتحر، حالتك حاله ما باغي تدوي مع حد، مدمر. السيده اللي كتجيب صاحب معاها كتقلب عليك، ما عندكش الكانه،
اللي جيتي دويتي معاه كيشوفك مكسائب تيبعد منك تيهرب منك، كتحس براسك دايخ. كيجيك واحد الملك، الشيطان ديما تيجي على شكل ملك، وكيلبس اللباس ديال الايمان. كيجيك واحد الملك وتددولك على الطفل الداخلي، التنمية الذاتية، كيفاش تمكن لك تخرج من منطقة الراحة، وكتبدا تنفخ فيك وتقول لك لي كومبليمون، تبغى تمدح فيك وتقول لك حنا كيفاش كنخدمو. وديما عندهم واحد التقنية خطيرة، تقول لك لا الاطباء ما تيعرفوش يعالجو، وتبدا تقول لك الطبيب تيعطيك غير الدواء والدواء تيدير لك الادمان، حنا تنعالجو الانسان كنصنتو ليه تنعطيوه وقت كنديرو ليه كذا ياك. وفي الاخر كتشدك في القنت وكتريشك واحد الريشه ديال الدجاج، وانت ملي كتكون مكتئب راه ما عندكش الحق تدوي في الانترنت لا مع طبيب لا مع طبيبه لا مع جزار لا مع حتى شي واحد، لان دوك اللي كينتحلوا صفه الطبيب عندهم واحد الذكاء خطير. انا غنوريك الدقه منين كتجيك. حنا الاطباء تنعرفوا مزيان الضعف ديال المريض، واش كنديرو؟ تنديرو العكس ديال الاستغلال، يعني كنحاولو المريض ما تنخليوش يتعلق بينا ولا يولفنا ولا يدوي معانا في الخاص ولا يدوي معانا في، نقدروا كاع نزيرو معاه في شي حوايج باش هو يعرف انه علاقة باردة، علاقة فيها الخدمة. ويلاش المريض كاع مسكين تيتعلق مثلا في الطب النفسي، شي طبيب شاف شي طبيبه كتعلق به، شي مريضه كتعلق به، يقدر ينصحها انها تدوز عند المراه. داكو، الصلاة علاج لكل شيء وحتى الدباء. براو اسمعي، انا اعطيك مثال ما بين كيفاش كيتصرف الطبيب وكيفاش كيتصرف اللي من تحت صفة الطبيب. الطبيب تيقول لك ما عمرك تعاود لي اسرارك عن بعد، جي عندي العياده عاود ليا. انت مواطن مغربي، بزاف الناس منهم عندهم ديما ديك الفكره الماديه ديال بغاني نجي عنده باش نخلصه. واسمع مزيان غنقول لك واحد الحاجه باش تفهم، لان الجوع كيوصل للفقر، عقل عليها. ملي كتكون فيك ديك الثقافه ديال الجوع ديما عاد كتفقر وعاد كتعذب وعاد كتكرفس. الا مشيتي عند الطبيب وخلصتي ودوزتي كتكون راجل، راجل ونص، كتكون بوجهك حمر، ما كتخرجش كتاخد ورقه فيها الطابع، ما كتخرجش كدير مسايلك مقاده، كتمشي عند الفارماسيان باش تشتي باش تعرف راسك راجل ونص، ما تشري الدواء حتى تكون عندك ورقه ديالو. ديما عقل عليها. انا غنقول لكم واحد الكلمه حاره ولكن بغيتها، لان هذه الكلمه هي اللي غتحميكم من انتحال صفه الطبيب. شتي الا كنتي راجل ونص ولا مرا ونص، ما تشري الدواء حتى تكون عندك ورقه ديالو. ويلا مشيتي تشريتي الدواء بلا ورقه عرف راسك بهيمه. السلام عليكم، اللي بغى يتقلق يضرب راسه مع الحيط. مني غيجي عندك شي واحد من تحت صفة الطبيب، واش الناس مازال جاهل؟ اي هسي اسماعيل، انا الصباح عيط لي واحد قال لي صيفط لك 900 درهم. فين صيفطتيها؟ في هذا الحساب، حساب ديال التسهيلات. كيمشيو تسهيلات تعطيهم واحد الرقم كيصيفطوا الفلوس، الفلوس كتمشي روشارج. يعني تخيل صفحه من تحت صفة الطبيبة وكتطلب من الناس اموال كبيره وعلى شكل روشارج. ما عرفنا واش ارهابين واش مصيبه واش شنو، هادشي راه خطير. انت هاد المره تشوف بان لك شي واحد كيدير الدواء زيني عليه، صافي ممنوع الدواء يتباع في المغرب. راه تيلقاوكم ضحكه، انت ما خصكش تكون ضحكه، وما تكونش فيك ديك القضيه ديال بشحال الحولي. عرفتو دوك النكته ديال بشحال الحولي؟ كيس كيسحاب لك دابا ملي كتشوفوا واحد من تحت صفه الطبيب وكيبيع الدواء، كيسحاب لك راسك انت بحال ربي كيبغيك، ولا مطوار، ولا ذكي. كتحس براسك بحال ذكي، فين ما تحس براسك ذكي عرف راسك راه كاين شي قالب تما. انت ما بغيتيش تمشي عند الطبيب وتدوز، لا
بغيتي تكونها محطوط بحال في الجنة. كيقول لك ديري يدك وتقول بغيتي تفاحة تلقى راسك شاد تفاحة. دابا انت غتدخل الانترنت غتلقى واحد طبيب داير لك الدواء، غاديك الدواء غتشدو غيداوي لك واحد الحاج. ما كايناش هادي في الدنيا، ما كايناش، ما كايناش في الكرة الأرضية، ما كايناش. نحيدو هادي بيع الأدوية وانتي حاسة في الطبيب، غنحيدوها. ستي هاد القوس غنجبد لكم دابا اخطر حاجه كاينه في انتحال صفه الطبيب، هي الاسرار، هي الصور، هي علاقه الحب. راه تقدر تكون دابا نتايا مصاحب مع شي طبيبه وهي راه ماشي طبيبه، هي راه غا مجرم من انتحال صفه الطبيبه، ونهار غتكتشفها غتنتحر. يعني انت غادي لهلاك. اي وحده كنصحك الا كنتي مصاحبه مع شي طبيب في الانترنت، نوضي يا بنتي ونعلي الشيطان وصلي وتوضاي، راكي مصاحبه غير مع شي مجرم من ساحه صيف الطبيب. ولا قال لك صيفطي ليا الفلوس مشيتي فيها، ولا قال لك صيفطي ليا تصاورك مشيتي فيها. اي راجل كيظن انه مصاحب مع شي طبيبه في الانترنت، عرف راسك اخويا راك مشيتي فيها، راك نتايا مصاحب مع واحد من ساحه صيف الطبيب. سالينا نزيدكم دابا حاجة أخرى، جريمة أخرى مرتبطة بانتحال صفة الطبيب، هو اللقاء، هو الاغتصاب الجماعي. غيقول لك صفحة مزورة غتقول لك واحد ليفينمو في البلاصة الفلانية، غتمشي ليها انت حيت نتوما كتعبدوا الطبيب الله يستر، غتمشي لديك البلاصة، يقول لك صيفط لي الفلوس، غتصيفط لي الفلوس، غتمشي غتجمعوا في ديك البلاصة، غيشدوكم يصوروكم غيبتزوكم، في الاخر غتنتحر. من اليوم يدوي معاك شي واحد في الخاص يقول لك انا في انا طبيب، سبه بزعطه، قول له قالت لك الدكتوره اسمها بزعطه، طبيب عنده عياده، طبيب خدام في السبيطار، طبيب خدام في كلينيك، هادوك الطب اللي كدوي معاهم نتوما في الانترنيت هادوك راه كلهم منتحلين صفه. واش شتي هاد اللايف غتقدر تشوفو في صفحة مزورة اون ديريكت غادي على المباشر، وكيظهروا لك التعليقات لتحت. اللي بغى يداوى يمشي للعيادة مباشرة من الاخر، من الاخر تا واحد ما يبقى يعيط لي يقول لي دكتورة صيفط لك الفلوس، صيفطي لي الفلوس سد عيني صافي. سير عند البوليس قول لهم راه هذا وعطاهم الورقه، وهذيك الورقه غيشدو بها هذاك المجرم وسير الفيلم. واخر حاجه نقولها لكم، حنا في المغرب راه ماشي ديال الانترنت، والله نقول لكم الصراحه كاين اللي ما كيعرفش يقرا القران، الخط العثماني ما كيعرفش يقرا، الفولقة ما كيعرفش يقراه في الخط العثماني، ما مديروش براسكم بالضحك.